صافي نشريك بالضبط. الله ياخذ حق، الله ياخذ الحق في اللي كان سبب تحرق ولدي، الله ياخذ الحق اللي كان سبب تحرق ولدي في الدنيا وفي الاخره. ولدي حرق راسه على قبر الحقره اللي تحقر، حنت واخا تعدوا عليه مشى للقانون، ما تخدر ما تضارب ما دار حتى شي حاجه، مشى دار شهاده طبيه ومشى للدائره ديال الهراويين. انا ما تنجبتش الامن كامل، انا حتى دابا باقي تنترجى الامن يدير القانون ديالو ويعطيني حق ولدي، ولو فقدت الامان ولكن باقي تنقول باقي عيبان شي. حتى نطلب من الله ومن سيدنا ومن جلالة الملك ومن الحموشي يتدخلوا ويعطوني حق ولدي. راه ولدي بغى حقه ولا بالموت ولا بالحياة، وانا ترزيت فيه. اليوم تنطالب بهم يعطوني حق ولدي عباش تبرد لي النار اللي شاعله لي في قلبي. حنت عيت، حنت عيت، حنت مرضت 14 يوم وانا تنبكي وانا تنتسنى، واليوم باقي ما شفت حتى شي حاجة. تنطلب من الله، تنطلب من الله يسخر ويرجع ولو عير شوية ديال المحنة في سيدنا جلالة الملك والحموشي. تنطلب الحموشي يخرج الأمن وياخذ اللجنة ويمشوا للمرسى ويعطوني حق ولدي. دوك الناس ساغين ما يقدر عليهم إلا اللي خلقهم، حيت اش نقول الله يرزيهم في اللي عزيز عليهم، حاشا واش عندهم العزيز، حيت كان عندهم العزيز ما يتكرفسوش ليا على ولدي، ما يخرجوش يتعنقروا. وتصوري كان باقي شوية ولده واحد مشدود، قالوا لي مشدود العلم لله، وفي الآخر دابا تا هو خارج وكان باقي ولدي ما ماتش وتا هو خارج، وراجلي تيمشي شويه تيتعاونوا معاه في الناس في المرسى ما بقاش قدر يمشي ليها، ما بقاش. قال لي هذوك المرسى اش نمشي ليها وانا اللي قتل ولدي؟ تيضحكوا مجمعين تياكلوا تيشربوا ما نمشيش باش نخلص هذه الكره، باش انا الزوج الاخرين علاش حنت تكرفسوا عليا والحق باقي ما بانش ليا والحق عند الله سبحانه وتعالى. الله يصبرني في ولدي، الله يصبرني في ولدي، الله يرحمه برحمته، الله يتبسو عند السؤال، الله يتسع لي ضيقات القبور. واليوم تنطلب من الله ياخذ لي حقي في ولدي اللي ضاع، حيت ولدي قال كل شيء، قال كل شيء هو حل عينيه، وتيقول لهم من نهار اثنين ما نعش، وقال كل شيء. اشنو وقع؟ علاش حيت ولدي تيغسل الشاريه؟ واحدين هما تما عصابه مجموعين، حتى اللي تيقول لهم انا رئيس الجمعيه وبحال باه. راه نسيب اللي ضرب ولدي وخرج هو الاول من الكوميسيريه، راه شاف شي. وهذوك اللي ضربوا ولدي بجوج راه نفس الكنيه، الخو وولد خوه، ونسيب الاخر هو رئيس الجمعيه، دايرين عصابه وكل شيء تيخاف منهم. تصوري تجمعوا الدراري باغيين يديروا مظاهره وما بقاوش قادروا، علاش؟ قال لي يا خالتي خبنا حنا نهضروا غدا ما يعطوناش الشريوات باش نترزقوا على ولادنا وعلى والدينا. حنا ضاع علينا الصباح كلهم تيبكيو، كل شيء مشى للسبيطار تيبكيو، ولكن الغالب الله وانا حاسه بهم. حنت اللي كنت انا ما خديتش حق ولدي هو حي وما خديتوش هو ميت، هذوك الدراري اش غيوقع عليهم؟ بحال ولدي شافوا الامتحان، شافوا ولدي دار لايف وتيهضر بكل شيء، وتيقول لك كاين، تيقول لهم هذوك تعدوا عليا وخرجوا واحد، ومشيت ناخذ عير شهاده ورقه باش نتقدم للمحكمه. تكرفسوا عليا البوليس، قلت لهم انا راه تنطالب عير بالتسجيل ديال الكاميرا، حيت هذاك اللي خرجتوه كاين في التسجيل ديال الكاميرا بما تكرفص عليا. ولو كيف تكرفصوا على ولدي وسكتوه بطريقتهم يكونوا قدروا داروا حتى شي حاجه دابا في التسجيل ديال الكاميرا. راه خداو الوقت، راه اليوم 15 يوم وعدل 2 و3 و4 هي 18 يوم. اللي ما يخافوش الله قادروا، قادروا يديروا ما بغاو في التسجيل ديال الكاميرا، ولكن الله قادر، قادر الا ما عطاش حقه وانا يعطي ليه. ولكن راه الشباب غادي يضيع، راه كي ضاع ولدي غيضيعوا شباب اخرين جايين طالعين، راه الحقره في البلاد. ولكن انا باقي عندي الامل في سيدنا وفي الحموشي، حتى لما بقاش وما عطاونيش حقي غنفقد الامل، وغنفقد الامل حتى في الناس اللي دايرين بيا. نقدر ان شاء الله الحق ديال ولدك ما يضيعش، اللهم امين، باش تبرد النار اللي شاعله فيا، باش تبرد. كان خدام عليك انت عليا وتيخلص ليا الكرا. ولدي عنده شواهد بما كان يقرا وتخرج من السيزيام، 4 سنين دابا باش خرج من السيزيام. الامنيه ديال ولدي كان يشد الباك، ولكن ما بغانيش نخدم في الميناج عن من دار لدار. باللي كبر وعرف ما بقاش رضا، قال لي ماما انا غنخدم وغنجيب لك اللي قسم الله. مام يسري غير جلسي، ومع ذلك تمشي خزنه باش نتعاون وباش نخلص الكرة باش ما نحسش ولدي انه ناقصه شي حاجه. ولكن ما نسحبش انا ولدي عيضيع، لو كنت سحب ولدي عيضيع من يدي نمشي نطلب خزنه ونجيو نبقى مع نقا ولدي ونشدو في السناسل ونشبع فيه. شوف كيف عدير هاد الام اللي تكبر ولدها 21 عام والزوج غني ودوك اللي ما تيخافوش الله قلوب الوحوش، حاجه واش مسلمين هادو؟ لا الامن ولا اللي تكرفسوا عليه
هما اللي كانوا السبب. ولدي ما كيصاخي بيا، ولو كان تصنتو وعاودوا تصنتو، حيت ولدي تيقول لي تنطلب من الله امي تسمح لي، حتى عارفه انا مشبته بيه، انا عارفني مشبته بولدي. امين امين، الله يرحمه، الله يجعل رداسي عليه نور في قبره. حاجه وحده، انا اللي ما كانش يتخذ لي حقي، راني عيت بالصحافه، عيت بالمجلات، عيت بالاذاعات، راني لحت، راني ما عنديش الوجه، حيت ولدي ما كانش يرضى بيا ندير هكا ولا نبين وجهي قدام الكاميرا. اليوم بغيتكم تعاونوني، كانكم الدم ديال ولدي وديالكم تجرب الاسلام. خذوا لي حق ولدي وخلوا الناس الكبار يعطوني حق ولدي، حيت ما نقدرش نوصل ليهم. حيت ما يوصلونيش ليهم، واخا تقولوا لي سيروا فين سيروا. ولدي مات نهار شنو هو البارح، انا ما بقيتش عارفه الوقت، الاربعاء. ولدي ميت نهار الثلاث مع الثمانيه ديال الليل، وما سقت الخبار حتى الغدا، حتى البارح مع الوحده ديال الليل، وباه ماشي للسبيطار مع التسعود ديال الليل وما ساقش الخبار. ولدي الامن حاقرنا، المواطنين اللي بحالنا وبحالنا حقروا ولدي، تعدوا عليه صحاب الطب حقرونا، راني فقدت الامان. اخر حاجه قال لي ماما تعدوا لي، مشيت ناخذ الورقه وما بغاش يعطيني، ما يمشيش بابا للكوميساريه، راه تكرفصوا عليا وعيكرفصوا لي بابا. قلت تعالى ولدي غنعمر لك شكايه، وباقي عندي في الطكوبي شهاده طبيه، وعنديهم لك في الصمته ديال السروال باش ما يقلبوكش البوليس الاخرين اللي في المحكمه تما. حيت قال لي قلبوني وتكرفصوا عليا، وتيقول لي هبط ولد الفاعله ولد التاركه. قلت لي انا على خوفي من ولدي باش ما يعاودش عاوتاني يتعرض لذاك السوء ديال الامن، اللي غنخشم لك ولدي في الصمته ديال السروال. وباللي سولهم الوكيل ما تهضرش يا ولدي، حيت ولدي ما فاتش عليه المحاكم، حيت ولدي ما فاتش عليه المخزن مشدات، ولا راه كان الدواسه ديالو. الا لقيتو نهار ولدي فيه ماشي العكاشه نتحاسب على كلامي. ولدي ماشي متشرد كما تينعتو بيه دوك الكلاب، حاشاكم كلاب مجرمين، حيت هما بزنازه وداخلين خارجين وبحثوا في الدواسه ديالهم. الصغير فيهم عنده 36 34 اللي مكرفسين على ولدي، باقي ما كملش 20 عام. كي دايره هاد الام اللي غدا عيد الميلاد ديال ولدها وعاد تمشي تزورو في الروضه في قبر اخو، كي دايره هاد الام؟ ما تطلبش يا رب تكون في بلاصتي، يا ريت. ولكن انتم ما بغيتوني نبكي على ولدي، انا ما باغيش نحقرو، ما بغيتش ولدي تحرق اليوم في نهارو في دارو، بغيت الله يثبتو عند السؤال. وملي قالت لي لا وليدي دي، وقال لي كلامي، باس لي راسي وقال لي سمحي لي يا ماما، الا ما تسمحي لي راكي معذبه عليا، ولا بقيت حي الداعي، الا ما بقيت حي سمحي لي، ولا ما تسمحي لي، ولا ما تسمحي لي اخر كلام غنكملو. وانا غنخلي الف واكل يشوفني، والواكل هو الله. اخر كلام بيني وبين ولدي، اخر شوفه لي لولدي، اليوم كملت 15 يوم صافي. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.